السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المتابعين والمتابعات القناة العزاز الغاليين على قلبي. كنت بغيت ندير لا فيديو باش نناقش فيه الموضوع اللي طلعت هي في اللايف نتاع جوجاد ومكانة، ولكن شفت واحد لا فيديو تاعها اللي عندها واحد الهجوم على بنات بلادها ولاد بلادها اللي قالوا ليها هضري بالمغربية وصب حتى تهجم عليهم، ولكن قال لك من عاشر قوما 40 يوما اصبح منهم. انت داكشي اللي كان تيدير راجلك معاك في لا فيديوهات وتيتهكم على ولاد بلادك وبناس بلادك، صبحتي انت دابا تديريه، صبحتي نسخة من دو مكانة اللي جاية انت دابا وتتهاجمي ولاد بلادك وبناس بلادك حيت قالوا لك هضري في لا فيديوهات بالمغربية كونك مغربية. خصك تفتخري وليك الشرف ان يقولوا لك ولاد بلادك هضري باللهجه ديالك، ولكن انت باش تخرجي وتهاجمي ولاد بلادك اللي انت تقولي راه ما عندكش غير المغاربه بوحدهم في القناه، عندك من دول العالم، فالمغاربه هما اللي هازين لك الحبيبه القناه، والمغاربه هما اللي واقفين معاك، والمغاربه هما اللي تيشاهدوا لك القناه لا في التيك توك ولا في الانستغرام ولا في اليوتيوب. فهمتيني؟ قلتي لا انتم ما داخلينش وعارفين الاحصاء اللي عندي تاع الابوني شحال عندي في القناه، ولكن ما تنسيش ولاد بلادك وبنات بلادك اللي انت دابا اشنو بغيت ديري، واحد الفتنة ولا شنو؟ حنا الحمد لله عندنا واحد الثقافة اللي غنية باللهجات نتاع المدن المغربية، عندنا ما شاء الله واحد الموروث تاع الثقافات اللي تنفتخروا بهم حول العالم. كل مدينة عندنا في المغرب عندها واحد النطق خاص بها، الأمازيغية، الشمالية، الحسانية، الدارجة، المراكشية. يعني الحمد لله حنا المغرب غاني بهذه الثقافات نتاع اللهجات، وحنا افتخار بهذه الثقافة هذه الريفية. كلشي الحمد لله سنفتخروا بوطننا واحد المغرب، حنا مدن كل وحدة واللهجة نتاعها الخاصة بها، ولكن تنجمعوا تنقولوا المغرب، مدن المغرب، الله الوطن الملك. يعني احنا عندنا افتخار باللهجة ديالنا، ولكن انت باش تخرجي وتهاجمي وتقولي بعد المرضى المغربيين، شنو تعني انتيا؟ شنو تتعني انتيا وشنو تتقولي انتيا؟ واش مالكي وليتي غتخرجي وتهضري في الهضره في الهضره مالكي؟ واش انتي عارفه شنو تتقولي بعد المرضى المغربيين؟ المغاربه قالت لك الا ما عجبكمش الحال وما رضيتوش انني نهضر بالمصريه وغنبقى نهضر بالمصريه حيت عندي متتبعين من حول العالم، خرجوا من عندي. سمعي شنو انت غنسميك؟ فهمتكش؟ واللي تقولي عاود تاني الشماليين فوق روسكم من الفوق وبزاف عليكم اللغة الشمالية، قلتي انت تيهاجموك وتيتهكموا لك على اللهجة ديالك، علاش؟ الحمد لله اللهجة الشمالية من اللهجات المغربية اللي تنفتخروا بهم، لهجة غزالة وفنة، تنحماقوا على اللهجة الشمالية حيت ما شاء الله واحد اللهجة اللي غزالة بحال اللهجات كلهم تاع المدن اللي تنفتخروا بهم المغربية اللي انت دابا تقولي انت بغيتي ديري الفتنة ولا شنو؟ فهمتكش؟ اللي تقولي انت دابا بزاف عليكم اللهجة الشمالية، على الشماليين منين؟ ماشي من المغرب؟ ها؟ على اللهجة الشمالية ماشي لهجة مغربية؟ من نقولوا الشمال نقولوا المغرب، وتنفتخروا حنا بالشمال وتنفتخروا بالجنوب وتنفتخروا بالشرق. الحمد لله حنا كل شيء المدن تاع المغرب تنفتخروا بهم، عاوتاني اللهجة الوجدية غزالة، هذه ثقافة الحمد لله تاع اللهجات اللي غني بهم المغرب، ومميزين حنا بهذه اللهجات على الدول وحدين اخرين، الثقافة المغربية في اللهجات. ولكن انتي باش تخرجي وتهضري بحال هاد الهضره وتهاجمي المغاربه وتقولي ليهم اللهجه الشماليه فوق راسكم من الفوق بزاف عليكم الشماليين، شنو انت بغيتي ديري؟ تبارك الله، يلا ورينا شنو انت بغيتي ديري لنا في وسط بلادنا. ما فهمتكش انت، انا والله ما فهمتك، حيت صدمت انا فاش شفت هاد لا فيديو هذا ومازال كاسبه العنوان اللي ما زوينش. كيفاش احنا الحمد لله كامل المغاربه، انتي وحنا وكل شي من الشمال حتى الجنوب كل شي مغاربة، وهذه شي حاجة اللي تشرف اي مغربي واي مغربية، ولا للقسم لا للقسمة في وسط الثقافات تاعنا المغربية، ولا للتهكم على اي لهجة مغربية.
ولا للتهكم على اي لهجه مغربيه، ولا للتقسيم الثقافه ديالنا، ولا للتقسيم ما بين اللهجات ديالنا، ان احنا نتهكموا على اي لهجه من المدن المغربيه ديالنا، ولا الحبيبه للتفريق ما بين المغاربه باش نقول لهم انايا بزاف عليكم اللهجه الشماليه، ونقول لهم خرجوا المغاربه من عندي، وبزاف عليكم المغاربه المرضى. على حبيبه انت منين؟ ها المغاربه الحمد لله اذكى شعب واعقل شعب واطيب شعب، فهمتي؟ شعب الاحترام والمعزه والكرامه. على انت حبيبه منين؟ انت مغربيه، ونعتز بك كونك مغربيه كونك شماليه. احنا الحمد لله دمنا واحد مغربي، وهويتنا وحده مغربيه، واصلنا واحد مغربي، وتجمعنا الله الوطن الملك. ايوا شنو هاد التفريق انت اللي بغيتي ديري لنا بالسلامه؟ شنو هاد التفريق انت اللي بغيتي ديري لنا بالسلامه؟ بزاف عليكم اللهجه الشماليه، وبزاف عليكم الشماليين. لا 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 لا، راجعي نفسك، وحبيبه راه تغات عليك شخصيه رجل ذو مكانه، حيت ما تلتيش تتفرقي ما بين اش خصك تقولي اللي ما خصكش تقولي، وهادو راه ولاد بلادك، فهمتي؟ راه ولاد بلادك. وشوفي بعدا الحسابات وتاكدي شكون اللي تيقول لك بحال هاد الهضره، عاد خرجي هاجمي ولاد بلادك وبنات بلادك. راه التهكم كان عندك في جنبك، كان نصفك الاخر تيتهكم عليك، كان نصفك الاخر كاع ما معتبرك راكي في الوجود، او لا ولا دابا زعما انت بغيتي تبيني لنا انك شخصيتك تبدلات، وانك صبحتي قويه وصبحتي ذو لسان وذو رد، خرجتي اول ما بديتي تردي وليتي شخصيتك قويه، بغيتي تقوي شخصيتك على ولاد بلادك وبنات بلادك، وبغيتي تصبحي زعما لسان ذو رد على ولاد بلادك هما الاولين، ولا شنو بتبداي بيهم؟ لا 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 حبيبه، راجعي نفسك. هاني تنقول لك المغاربه حبيبتي ما تقال لهمش بحال هاد الهضره، والمغاربه ما تقسمش ليهم اللهجات ديالهم، فهمتيني؟ حيت حنا الحمد لله ثقافتنا وحده، واخا تيتقسموا اللهجات عندنا في الكلام او في الهضره، ولكن تتبقى الهويه المغربيه ما يقسمها حتى شي حد، وما يطرف بها حتى شي حد، وما يهضر فينا حتى شي حد، وما يوجه لنا حتى شي حد رسائل غير مؤدبة، فهمتيني؟ ورجعوا عاوتاني ليك فاش طلعتي وقلتي الراجل ده قال لي ما عندوش مع المواقع، لكن هو في الواقع بيفكر في المواقع علشان فلوس يا اختي، علشان الادسنسات. قلتي انت وطلعتي في هذا الفيديو اللي قلتي طاح لك العجب، كيف السبب نتاع يعني المشاكل، وانك في واحد الخلاف مع راجلك على ود انك ما بغاكش تبقي تباني في المواقع، لا في التيك توك ولا في اليوتيوب ولا هذا. قال لك جلسي، شبعنا الحمد لله فلوس، وصلنا باش نديروا المشاريع، وجيبنا عمر والبنك عمر، صافي جلسي ما تليتش بغيتك تباني في المواقع. انت بطبيعه الحال حيت هذه قناتك وحيت هذيك خدمتك، وتيدخل لك منها واحد المصاريف، وهذيك هي الخدمه ديالك، هذاك الشيء هو باش تعيشي بهذيك القناه، ولا بالتيك توك وداك المدخول، ولا بالانستغرام، ولا بالاشهارات. رفضتي، ومن حقك انك ترفضي واحد الحاجه ما بغيتيهاش، هذاك كيانك وهذيك شخصيتك، وخص الاخر يحترم حتى انت قرارك. بينكم واحد الاختلاف، لقيتي هو الحبيبه ديالي، حنا نبسطو ونقولو كاين واحد معريض بطبيعه الحال في الدوله اللي تتعيشوا فيها، وهو مشى وتيدير اشهارات دو ما كان، قلتي خلاص ما تبقوش تتكلموا فيه، ده دو ما كان، ده عنده مكانه خاصه في المجتمع. لقيتي تيدير اشهار بسميه القناه وبسميه الحساب نتاع الانستغرام اللي انت قلتي ليه، مش انت قلت انك مش عايز المواقع، وقلتي لي ابعدي عنها، وفي التالي الاك انت فيها وداخل باسم الانستغرام الاشهار، يعني لسه يا حبيبتي خدام على حسك، لسه يا حبيبتي بيدخل بك الادسنس لجيبه، لسه يا حبيبتي انت ماركة
اشهار، فهمتي؟ دي ماركة يا حبيبتي اللي الادسنس باسمك لسه بيدخل بيه، فهمتي؟ بيعمر جيبه، علشان انتي قلتي هتبقي بس تكلمي مصري، علشان انتي عندك متتبعين من العالم كله، زي ما قلتي النهارده هعمل فيديو هلم فيه البيت لونجمع فيه الدار، هنلم فيه البيت. يا لهوي شوفي بنتي عاملة ايه، بتخرج الغضب اللي فيها. شكون حبيبة اللي متغوطة؟ وشكون حبيبة اللي مضيومة؟ وشكون حبيبة اللي ربي عالم بقول عيبها او الدقة اللي جاتها من دون مكانة؟ ماشي انتي البنت مسكينة كلها غدير هذيك الروينة، الله يشافيها لك ويحفظها لك وتربى في عزك. ايوا الحبيبة ديالي كما قلتي، كل نهار تنجمع على بعين الجميع. ايوا يا العيالات، علموا بناتكم، علموا بناتكم كما قالت هي، كانت زعما تتجمع وتسيق وتغسل الماعن وكل شيء، ولكن تا الصابون ما عداش معاه انها تصبن وتنشر الطوي. علموا بناتكم اخويتي كل شيء، طوي ويجمعوا وكل شيء، حتى علموهم امتى يهضروا وكيفاش يهضروا، ويتعلموا يهضروا مع ولاد بلادهم مع بنات بلادهم بالاداب والصواب، ويعرف شنو تيقولوا، فهمتيني؟ ماشي غتفتحي هذيك الكاميرا وتجلسي تهجمي على ولاد بلادك وبنات بلادك. ايوا الحبيبه ديالي، نظن راه وصلت لك المعلومه. والمغرب افتخارا الحمد لله لجميع الدول، وحنا مفتخرين باللهجات اللي الحمد لله كل مدينه واللهجه ديالها، وهذا موروث نتاع الثقافات في اللهجات اللي تنفتخروا به، وغادي نعاودها ليك. احنا المغرب الحمد لله، وما ادراك ما المغرب، اللي كله الحمد لله عنده واحد الموروث الثقافي في اي حاجه، ومن ضمن الموروث الثقافي ديالنا هذا اختلاف اللهجات، اللي بطبيعه الحال احنا ممنونين الحمد لله على هذا الفضل اللي عطانا الله، وعلى هذا الموروث الثقافي الحمد لله اللي ربي اللي نعم علينا بهذا الموروث في اللهجات الحمد لله يا ربي. حتى شي واحد ما عنده الحق انه يتهكم حتى شي على حتى شي لهجه من لهجات نتاع الوطن ديالنا الحبيب المغرب، وغادي نعاودها لك. الله الوطن المالك، وحنا مغاربه الحمد لله، وما نبغيوش انت براسك شي حد ويخرج غريب ويتهكم عليك. اما حنا تنبقاو ولاد وطن واحد، دارنا الكبيره هي المغرب، وحنا خوت كلنا، واي واحد دراتو شي حاجه فبحال دراتنا كاملين، واي واحد فرحان تنفرحو كاملين. انتي هاد المشكله تتمري منها وهاد الازمه وبقيتي فينا حيت بنت بلادنا، وخرجنا ودوينا وتكلمنا ورضينا على هذاك دو مكان عندك، وقلنا ليه حشومه وعيب انك تصرف مع بنت بلادنا المغربيه الحره بحال هكا، حيت اي مغربيه بالنسبه لي انا حرة غرة، لابوءة من لابوءات المغرب، فهمتيني؟ امرأة صبارة اللي تترجع من الراجل نيات هما وشان، سمعتيني؟